التركية التي استضافتها الجزائر كانت قمة الجوار 88 وتأتي خصوصية هذه القمة الأخرى. جاءت هذه القمة أشهر قليلة قبل إعلان قيام الدولة الفلسطينية هنا في الجزائر، يعني ولاحظ أن القمة التي استضافتها الجزائر إلا وكانت في ظروف نفسانية وفكرة الأمة والغرب. القمة الثالثة والأخيرة قبل هذه القمة الواجبة، القمة الأخيرة كانت سنة 2005 وكانت أول قمة عربية تقف بعد وطاقة الأسرة الفلسطينية كذلك. وقعت السياقات والانتظارين أن القمم العربية بالجزائر وأول قمة عقدت في سنوات الأولى لاستقلال الجزائر في عام 73 بعد أظن الآن يدخل تحت مؤتمرات ممثل مش على أحمد الصباح يدخل الآن ويتصافح مع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. نعم بريزة. إذا هذه القمة وصلنا إلى رابع قمة، هذه القمة إذا تنقل في دروح عند الجميع ازدياد درجة الاستقطاب على المستوى الدولي ازدياد كذلك الحاجة إلى أظن أنه كما تلاحظ بشير يعني